بنات يا بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه. اهلا بيكم يا اصحابي، انا رهف وليد، هعلمكم حرف ام ام ام. بس انا عاوز اقول لكم حاجه قبل ما نبدا. الام ده بيتكتب بشكلين، شكل ماجسكيل وشكل تاني مينسكيل. انا ابدا في الكلمات. اول كلمه هي ما، ما يعني دية. ما ما رددوا معي، ما ما ما. البيت اللي احنا بيبقى عايشين فيه بنقول عليه ميزو 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 ميزو. رددوا معي، ميزو ميزو ميزو. لما جينا على ماما بقول لها ايه؟ بقول لها ماما ماما ماما، يعني ماما. رددوا معي، ماما ماما ماما. الموتوسيكل بالفرنسية بنقول عليه موتو موتو موتو. رددوا معي، موتو موتو موتو. الكون اللي احنا بنلبس على وشنا ده اسمه ايه؟ اسمه ماسك ماسك ماسك. قولوا معي، ماسك ماسك ماسك. اللون البني اسمه ماغو ماغو ماغو. رددوا معي، ماغو ماغو ماغو. يلا بينا على التدريبات. دي ايه؟ برافو برافو. ما ما ما. البيت ها مين عارف؟ برافو برافو. مازو ميزو ميزو. لما نيجي ندور على ماما نقول لها ايه؟ برافو برافو. ماما ماما ماما. الموتوسيكل نقول عليه بالفرنسي بايه؟ برافو برافو. اسمه موتو موتو موتو. القناع اسمه ايه؟ برافو برافو. اسمه ماسك ماسك ماسك. اللون البني ايه؟ برافو برافو. مارون مارون مارون. شكرا جدا يا اصحابي ان تابعتوا الفيديو ده. هشوفكم في الحرف الجاي ان شاء الله. اغفرنا.